ايه رأي حضرتك في ايفنت النهارده؟ اولا مساء الخير على الجميع. ايفنت ناجح جدا، واتشرفت ان انا اتكلمت مع مجموعه شباب متحمسه جدا، واتمنى مزيد من الايفنتات اللي بالشكل ده عشان هتاثر في المجتمع القانوني بشكل عام. كان ايه مساهمه حضرتك والموضوعات اللي اتكلمتوا فيها في ايفنت النهارده؟ الموضوعات النهارده كنا بنتكلم على التحديات اللي بتقابل الشباب في سوق العمل بعد التخرج، وابتدينا ندي فرصه للشباب نقول لهم ان لازم يبقى صبور ولازم يتسلح بالعلم والمعرفه، ومفيش حاجه اسمها تحدي، في حاجه اسمها ان هو يقوي نفسه بالمعرفة والعلم. ايه اللي حضرتك حابب تشوفه على المنصة المرة الجاية؟ اللي حابب اشوفه على المنصة الجاية يبقى نماذج من الشباب اللي حضرت الايفنت السنة دي ويكونوا متخرجوا، يجوا يقولوا لنا عملوا ايه الفترة خلال السنة اللي جاية، هل الايفنت السابق كان اثر معاهم ومدى الافادة اللي هم استفادوها منه.